أنا الطالبة أمن الحيم، عمري 9 سنين، طالبة الصف الرابع من مدرسة تل الشهداء. أمي علمتني أقص بالورق وأسوي حكايات وأحكي بالورق، والأستاذ عم ساعدنا هون ويأملنا الورق واللزاق والمقص، وأنا عم أشتغل مشان ننمي هاي الأفكار ونتطور. طالبة آمنة هي طالبة موهوبة ومجتهدة، وحتى تعتبر من الأوائل في المدرسة. نحن ساعدناها على أن تنمي مهاراتها، نحن ما هدفنا بس ننمي مهارة الطالبة آمنة، هدفنا ننمي مهارات وأفكار الطلاب كلياتها. وبالأخير يعني الإنسان هو اللي بيصنع المكان، مو المكان يلي بيصنع الإنسان.